خلال تقديمها لمشروع قانون المالية لسنة 2019 اقترحت حكومة سعد الدين العثماني زيادة جديدة على الرسم الخاص على السيارات لافينيت بمختلف أنواع محركاتها، وتتراوح الزيادة على رسم السيارات ما بين 50 درهما و 500 درهم، إذ من المرشح أن تصبح تسعيرة الرسم الخاص بعربة أقل من 8 أحصنة محددة في 400 درهم بالنسبة لمحركة البنزين عوض 350 درهم بالنسبة لمحركة الغازوال، وستصبح ب 750 درهم عوض 700 درهم. أما فيما يتعلق بسيارات ذات قوة جبائية تتراوح ما بين 8 و10 أحصنة، يقترح مشروع القانون المالي أن يصبح الرسم في حدود 700 درهم بالنسبة لمحركة البنزين عوض 650 درهما و 1550 درهما بالنسبة لمحركة الغازوال عوض 1500 درهم. وتنتقل الزيادة من 50 درهما على الفئة السابقة الذكر إلى 200 درهم بالنسبة لسيارة ذات محركات بقوة أحصنة من 11 إلى 14. أما عن السيارة الفاخرة ذات محركات تبدأ قوتها من 15 حصانا فما فوق، فسيعرف الرسم زيادة تقدر ب 500 درهم، إذ ستنتقل التسعيرة من 8000 درهم إلى 8500 درهم بالنسبة لعربات المشتغلة بالبنزين، ومن 20000 درهم إلى 20000 درهم و500 درهم بالنسبة لسيارات الغازوال.